واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان للابد امين. كل سنه وانتم طيبين. اليوم 17 توت تذكار عيد الصليب. زي ما احنا عارفين ان الكنيسه رتبت عيدين للصليب. اول عيد الاساسي اللي هو في 10 برمهات اللي في شهر مارس، ده اللي ظهر فيه الصليب. الملكه هيلانا جت واكتشفت الصليب في اورشليم. والعيد الثاني اللي هو بتاع النهارده 17 توت اللي هو تذكار التكريس بتاع الكنيسه. تذكار تكريس الكنيسه وبنعيد فيه بعيد الصليب. القراءات اليوم بتقول لنا ان الصليب هو قوه الله. الصليب هو قوه الله. وزي ما في عيدين للصليب هنقول النهارده حاجتين لقوه الله. الصليب قوة الله. ربنا هو قوة الله، وبعلامة الصليب أنا أغلب أو أنتصر. طب نعمل إيه بقى؟ يبقى عندي إيمان إزاي؟ لما أتبع أي قائد، قائد أتوبيس ولا قائد طيارة ولا قائد قطر، بعمل إيه؟ يقول لي اعمل كذا بنفذ، بعمل كذا بنفذ، اقعد هنا ادفع كذا، بسمع كلامه بنوصل بالسلام. يبقى عشان يبقى في عندي ايمان طاعه. طاعه. ده بولس الرسول لما طلب من ربنا، لما كان عنده مرض، فربنا قال له قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور افتخر بالحريب في ضعفات لكي تحل علي قوة المسيح. لما بولس الرسول طلب كذا مرة وربنا قال له قوتي في الضعف تكمل. عشان ما تحسش بقوتك اللي انت بتعمل كل الحاجات دي قوتي انا اللي بتعمل فيك، قوة المسيح. عشان كده بتلاقي الضعفاء اللي بيطلبوا من ربنا، ربنا يديهم قوة. كل ما الانسان يضعف ويتواضع ينال قوة وتظهر في قوة المسيح. ايه هدف حياتنا في لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح. كل عمل ما بعمله مش لينا، انا ماليش فضل فيه، انا ماليش فضل ان ربنا اداني العقل بتاعي، ده مش بتاعي، ده ربنا اداهولي، انا ما عملتش حاجة. القوة والنشاط والجسد ده مش بتاعي، انا ما عملتش فيه حاجة. ده ممكن فيروس صغير يرقد واحد، يجي مرض ضعيف ما شوفش، ربنا يبعد عنكم يعني حافظ عليكم، حاجة بسيطة. فمش بتاعتي القوة بتاعتي، دي مش بتاعتي، بتاعت ربنا. عشان كده الناس بيحتملوا التجربة أو بيحتملوا المرض بتظهر فيهم قوة المسيح، قوة. فبنرشم صليب. وعلمنا سيد المسيح هذا الموضوع ازاي. في ليلة الصلب لما كان في جثماني وقال للآب إن أمكن أن تعب فلتعبر عني هذه الكأس، وبعدين قال له إيه؟ وليس كما أريد أنا بل كما هو مش عايز، هو مشيئته، عايز مشيئة الآب. وبسبب الطاعة إحنا بنفوز في المسابقات. بسبب الطاعة المدرس بنجح في الامتحان. بسبب الطاعة بتاعت الطبيب لما يقول لي خد الدواء ده واعمل كذا بخف. هو ده الإيمان، بصدق الطبيب فباخد الدواء والعلاج بخف. لو ما خدتش علاج وما سمعتش كلام ما بنخفش. عشان كده السبب السقوط بتاعنا نتذكر أول خطية عملها أبونا آدم وأمنا حواء. كانت إيه هي؟ عدم سماع الوصية. الإنجيل النهاردة يقول لأن خرافة تسمع صوتي، تسمع الوصية وتتبعني، يعني تعمل الوصية. عشان كده المشاكل الأسرية الكتيرة دلوقتي الموجودة بسبب عدم الطاعة. المشاكل الأسرية في الأسرة موجودة، الزوج والزوجة، الأبناء والأباء، بسبب إيه؟ عدم الطاعة. واليوم المعلم جرجس الجوهري، اخو المعلم ابراهيم الجوهري، لما كان ماشي وكلنا عارفين القصه بتاعته
في واحد كان بيهينه بيتكلم عليه مش حلو، وراح لأخوه المعلم إبراهيم اللي كان واخد منصب ويشتكي له. فالمعلم إبراهيم قال له إيه؟ أنا هتصرف معاه. أنتوا أي واحد فينا زي الراجل ده يعمل إيه؟ تلاقي العقل يشتغل، فكر يشتغل، أروح أشتكيه، أجيب ناس ويقفوا قصاده، أو أجهز له مشكلة زي ما بيعمل معايا، أرد عن شر بشر وشتيمة بشتيمة. عمل المعلم إبراهيم؟ سمع الوصية، قال لك باركوا لعينيكم، وراح قطع الوصية، خد له هدايا وبعتها له، يقول له ده المعلم جرجس بعت لك الهدايا دي. حصل ايه؟ ولا راح لمحامي، ولا راح لقضاء، ولا راح للشرطة، ولا جاب ناس، ولا جاب اي حاجة. نفذ الوصية، باركوا لعينيكم. تحول الراجل تاني يوم وبقى يكرمه ويقوله كلام كويس. ليه؟ عشان أطاع الوصية. قوة الصليب في طاعة الوصية. كتير من الناس يقول لك ده ضعف، ودي دي دي شغل الشيطان، أصل ده ضعيف، ده الناس هتستضعفكم، أنتوا مسيحيين كده ضعفاء، ما تعرفش تاخدوا حقكم بإيديكم. لا، أعرف يقول كده، ده اللي يسامح هو القوي، اللي يصبر، اللي ما يردش عن شر بشر وعن شتيمة بشتيمة، ده قوي، دي قوة. هو دي الصليب، قوة الله، لما تحتمله، ما هو ده صليب، قوة الله. عشان كده الكاثوليكون يقول لنا، لأن مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء. الناس الجاهلة يعني الأغبياء دول مش عارفين، يعني مش فاهمين، يقصد كده، دول لا، ده احنا بنسكت جهالة الناس، هم مش عارفين حاجة. هو ده الحل الصحيح، ده الحل الأفضل، احنا نسكت الجهالة بتاعتهم. يقول كده الإنجيل بتاع عشية، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به، إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. يعني لو صدقتم كلامي هتثبتون فيه وتكون تلاميذي، وتعرفون الحق، تعرفون الحق. يبقى الصليب قوة الله في طاعة الوصية. حتى بولس الرسول يقول، أما للمدعوين يهود واليونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله. واللي بيصلي التسبحة بصلية يوم الجمعة يقول إيه؟ ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه. يعملوا إيه؟ لكي يسدوا أفواه الأسود. ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه، يطفئ قوة النار. ثلاث فتية، والأولاني دانيال النبي. ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة لعبيده لكي يخرجوا الشياطين. دي القوة بتاع قوة ربنا، الصليب قوة الله. فليأخذ علامة الصليب ويكون مصدق ربنا وعنده إيمان، يعمل كده، يقدر يعمل كده بطاعة الوصية. يبقى دي أول حاجة، قوة الصليب قوة الله، الصليب قوة الله في طاعة الوصية وصدق ربنا ويكون عندي إيمان بيه. تاني حاجة إن الصليب قوة الله، إنه بيموت الخطية، يموت الخطية. بطرس الأولى النهاردة في الكاس اللي يكون برضو قال إيه؟ أن تمتنعوا عن الشهوات الشبابية التي تحارب النفس. الشيطان بيعرض علينا الخطية ويخليها سهلة في الأول، عشان إيه؟ عشان تطفي محبة ربنا اللي في القلب. أي حد كده بيقع في خطية في الأول يسهل الخطية لغاية ما أقع في الخطية، وبعدين يبكتني بقى وأنبني، ينفع كده؟ ينفع أنت ابن ربنا وأنت بنت ربنا تعمل كده؟ إزاي هتصلي؟ إزاي هتقرأ كتاب مقدس؟ إزاي هتروح تتناول؟ فيبتدي إيه؟ يكسر فيا، لأنه عارف إن الخطية دي بغيظ بها ربنا، وخصوصا الخطية بتاعت الأفكار الشريرة أو النجاسة. أكتر خطايا بتغيظ ربنا النجاسة والأفكار الشريرة. عشان كده الإنسان لما بيسقط في خطية تبقى حياته تعيس في تعاسة كده، وبقى في عمى مش وعدم معرفة، مش فاهم، متبرجل كده، مش فاهم حياته، مش شايف كويس، يتوه. فالشيطان عايز يعمل كده، يوقعنا في الخطية.
الصليب قوة الله تخليني أحارب الشيطان وأحارب الخطية. نتذكر الابن الضال، عمل الشيطان في إيه في الابن ده؟ خلى أصدقائه السوء لغاية ما خرجوا من بيت أبوه وطلعوا برا، صرف كل حاجة، وقع في كل الخطايا، يبعدوا عن بيت الله، بيت أبوه، بيت الآب، عشان يعيش في الخطية. وقعدوا بقى فقير ومحتاج ووحيد، بقى لوحده، كل اللي معاه سابوه. أدي الخطية بتعمل كده، تخلي إنسان فقير، تخليه ضعيف، تخليه وحيد، حاسس إنه لوحده، ما هوش ولا ربنا مش معاه، ولا العذراء ولا الملائكة ولا القديسين، لوحده مش حاسس بقوة. شوفوا الآباء في البرية بيعملوا إيه، والأمهات في البرية بيعملوا إيه، يروحوا لوحديهم. والنهاردة القديسة أغنوسة دي راحت في بلد تاني لوحديها، وبعدين قوة الصليب عملت إيه؟ مش لوحديها، مش في غربة. الإنسان اللي بيحس إنه وحده وفي غربة ده إنسان وحيد. إزاي تحس بغربة وربنا معاك؟ رمال الكون موجود في كل مكان، في مصر، خارج مصر، موجود ربنا، والملائكة والقديسين موجودين معانا. زي ما عمل موسى كده، وكان فرعون خلفه والبحر أمامه، سمع كلام ربنا، هدي طاعة الوصية. وبعدين لم يسقط في اليأس. كتير ممكن يسقط في اليأس، هنعمل ايه؟ مش هنعرف، خلاص انا ربنا مش موجود، ادي الشيطان بيرميها بقى، يوقعك في خطية اليأس. لكن اطاع الوصية موسى، وبالعصا وعلامة الصليب انشق البحر وعد هو وشعب اسرائيل. ليه؟ لان كلمة الصليب عند الهالكين هي جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، هي قوة الله. عشان كده يقول ايه في صلاة الجمعة برضو، اللي ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه، يعني يسمعوا كلامه ويتقوه. طوبى للانسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة تعبا القاتلة للنفس، اللي ينشغل بالعالم فييأس ويقع في اليأس. وبعدين ويحمل صليبه يوما فيوما، يميت الخطية. يعمل ايه بقى؟ اهو هنا العمل بقى، انه يلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. طب يعني ايه عشان اموت الخطية وابعد عن الشهوات الشبابية القاتلة للنفس؟ ابعد عن رؤية بالعين كده اي شيء غير لائق، غير محتشم. عين دي احافظ عليها، لازم كل يوم استعد، ما سيبش عيني دي مفتوحة تشوف اي حاجة. الاذن، اغلق الباب، الاذن زي بقول بابا حاصلا لشفتي، عيني ووداني دول ما يسمعوش اي حاجة، مش اي حاجة اسمعها، مش اي حاجة اشوفها. ودي المشكلة، ده كل منظر واحد او قصة سمعتها تتعبني شهرين ثلاثة قدام. لو انا كل يوم كل يوم اسمع واشوف، تجيب لي افكار شريره وحاجات مش حلوه. بدول حارب، حارب بيهم بقوه الصليب. والحاجه الثالثه اني اداوم على اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. عشان كده يقول لك الصلاه السهميه جميله، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح سامحني، يا رب يسوع المسيح طهرني. بقى ربنا يسوع المسيح كتير، ونرشم علامة الصليب، علامة خلاص. ده الآباء الكهنة والرهبان بيمسكوا الصليب ويلبسوا الصليب، يرشم على نفسه الصليب، وهو بيصلي يرشم على الشعب بالصليب، علامة الصليب. وعلى درج البخور يرشم الصليب، وعلى القربان بنرشم الصليب، وحتى في كل الطقوس الكنسية في الإكليل بنرشم الدبل ونرشم العريس والعروس، وفي المعمودية، كل ده بعلامة الصليب، علامة الخلاص. ودي اللي احنا بنسمع القصة بتاعت الملك قسطنطين لما شاف العلامة دي غلب بيها وحطها كده وخدها، وخدها ليه علامة ليه، فابتدى يغلب أعدائه. عشان كده لما يجي نرشم الصليب لازم نرشمه ايه؟ بهدوء كده، ونقوله كده واحدة واحدة. يقول الصليب هو سلاحنا، الصليب هو رجائنا، الصليب هو ثباتنا. الشيطان يحطنا في اليأس، فما فيش عندي ثقة في ربنا، مش موجود،
انا اسف يعني في ناس بتقول كلمه كده بتزعلني، يقول ربنا ما بيسمعش، ربنا مش بيستجيب. مين قال؟ هل انت بتصلي بايمان؟ هل الطلبه اللي انت طالبها دي صالحه لنفسك، مناسبه ليك ولا ممكن مضره ليك؟ هل انت تستحق هذه الطلبه؟ هل ما عندكش مشكله او ممكن يحصل لك اي حاجه لو انت خدت الطلبه دي؟ فنقول بدل ما اقول انا اللي مش مستعد، انا اللي مش جاهز، اقول ربنا اللي ما بيسمعش، ربنا ما بيستجبش. ده في قديسين كده يطلبوا الطلبه دلوقتي، تاني يوم تبقى موجوده، تاني يوم نفس اللحظه كمان. كتير نسمعهم كده، يا ابونا عايز كذا كذا كذا، وبعدين نلاقي الطلبه بتاعتهم. دول قديسين عايشين وسطينا بيطلبوا بايمان. يبقى الصليب هو طاعه لينا، قوه الصليب قوه الله في الطاعه، ان احنا نطيع الله ونسمع كلامه ونتبعه. والحاجه الثانيه ان احنا نميت الخطيه، نجاهد نقاوم الخطيه، نهرب من الشبابات من الشهوات الشبابيه، ونشوف عيني دي بلاش تتنجس بمناظر مش حلوه، ولا اذني تسمع حاجات مش حلوه. فعشان كده لازم احنا نفتخر بالصليب، نشوف ابائنا والقديسين عملوا ايه عشان نفوز بالصليب. فاحنا الايه بتاعتنا النهارده هي ان احنا نكون مع ربنا، نتمسك بالصليب، نفتخر بالصليب. الصليب هو حياتنا، الصليب هو رجائنا، والصليب هو قوة الله. احنا نفتخر بالصليب عشان تحل فيا قوة المسيح، يبقى تحل عليا قوة المسيح. يبقى الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فقوة الله. ربنا يعطينا نعيش حياتي هذه حياة مقدسة، ونعيش في احنا بقوة الصليب وإيمان. ولا ربنا المجد دائما أبديا، أمين. افتاي غاري ما شو انجبي مين انت بستفرس.